السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمونا برايك علشان يوصل ليكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار السفر من السعودية إلى مصر بالسيارة 2021، مصاريف السفر بري. أسعار السفر من السعودية إلى مصر بالسيارة 2021، سعر تريبيتك السيارة 850 ريال سعودي. سعر مصاريف البنزين الذي يلزم السيارة بحوالي 500 ريال سعودي. سعر تذكرة السيارة تصل إلى 900 ريال سعودي. سعر تكلفة الشحن والتفريغ 300 ريال سعودي. سعر مصاريف السفر للفرد الواحد 450 ريال سعودي. سعر مصاريف الميناء داخل مصر 1000 ريال سعودي. أسعار عودة السيارة من مصر إلى السعودية 2020، سعر تذكرة السيارة 900 ريال سعودي. سعر مصاريف الشحن والتفريغ داخل مصر 300 ريال سعودي. سعر مصاريف الشحن والتفريغ داخل المملكة العربية والسعودية 300 ريال سعودي. سعر مصاريف الطريق حوالي 600 ريال سعودي. أسعار سفر مصر بالسيارة 2021 من السعودية، سعر رسوم معاينة السيارة المراد السفر بها 50 ريال سعودي. سعر ثوم انتقال مندوب الجمارك من السيارة 75 ريال سعودي. سعر رسوم ملاحظة السيارة المرادة 25 ريال سعودي. التعريفة الجمركية للسيارة المراد السفر بها إلى مصر. سعر رسم وارد سعة محرك الماتور وضريبة المبيعات، رسم تنمية إجمالي حتى سعة 1600 سي سي 40% من سعر السيارة و 15% من سعر السيارة، كما يوجد مصاريف جمرك 5% من ثمن السيارة وضريبة مبيعات نسبتها 69%. أم عن سعة 1601 حتى 2000 سي سي نسبتها 30% و135% و5 و220%. أما عن سعة أكثر من 2000 سي سي 10% نسبتها 250% و5% و45% و135%. يوجد خصم من قيمة الجمارك عن أول سنة بنسبة 5% من قيمة الجمارك عن كل سنة عقب العام الأول، وحد أقصى 50% عن التسع سنوات. أسعار تذاكر السفر من ميناء ضبة 2020، شحن بائع شحن بالغ تصل قيمة تذكرته إلى 320 ريال درجة أولى ذهاب فقط. الدرجة الممتازة تصل إلى 360 ريال. تذكرة سيارة قيمتها 815 ريال، وهذه للسيارة 4 سلندر، حيث تزيد قيمة التذكرة إذا كانت السيارة ذات حجم كبير وعدد السندرات، فالسيارة الكبيرة تصل إلى 1050 ريال. الرضع والأطفال أقل من سنتين مجانا. الأطفال من أطفال نصف تذكرة من سنتين إلى ما فوق القيمة المالية إلى ما فوق القيمة المالية للسيارة من ميناء ضبة 600 ريال فقط، ويزيد وفق كل راكب أو وفق جنسيته. عند وصولك إلى ميناء الأغردقة سوف تقوم بدفع مبلغ قرابة 1000 ريال سعودي أو 1500 جنيه مصري، رسم جمارك وتغيير لوحات. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار السفر من السعودية إلى مصر بالسيارة، مصاريف السفر بري 2021. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.